اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحبة في كل مكان، اهلا وسهلا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج واحد من الناس اللي عودناكم دائما نطلع عليكم بهذا الوقت الصباحي لنقل يوميات مواطنينا الاحبة في بغداد. انا طبعا كل ما اطلع يعني ويا مجموعة من المتظاهرين اجيب طار الاستثمار، ما ادري هاي يعني ما اعرف اجيب طار الاستثمار لانه فقط الاستثمار بالعراق يمشي بهذه الطريقة اللي راح نسولفها هسه. الأخوة اليوم أنا بساحة الأندلس زين أمام وزارة التجارة اللي هي وزارة معتبرة مهمة بها موظفين بها ناس يشتغلون وقدمت خدمة للناس في وقت أو الآن. هذا جانب. الجانب الآخر أنا قبل يومين هم طلعت ويا الأخوة عندهم تظاهرة قلت لهم شنو موضوعكم؟ قالوا على الاستثمار. فما اعرف سالفه الاستثمار شنو وضعها. الاخوه عندهم قطع اراضي وزعت مو هالشكل وزعت عليهم بالبصره. ومشت القضيه بالقطع وموافقات وتعرفون. طش فش لان القطع باسم مستثمر او المستثمر يريد يستحوذ عليهم. هسه اكو تعاون ماكو تعاون القضيه يريد يستحوذ عليهم. وغريب يعني في بلد مثل العراق يصير الطايح رايح. أما مؤسسات تعمل وفق مسؤولياتها وبقوانينها وأما تقولون لا والله ما نقدر ما ندبرها حتى تنطون مجال للناس غيركم. هاي وحدة ما ممكن دفاع وداخلية أمن وطني وشرطة واستخبارات وعسكر ما يقدرون يسيطرون على مستثمر لانه المستثمر يشتري البقيه كلهم اللي حكيناها ويشتري المحافظ ويشتري المحافظه ويشتري بالاستثمار كله بالشدات بالفلوس. الاخوه صروا انه يظاهرون، ظاهروا امام معرض بغداد زين وانحرموا والان ما صارت نتيجه بذيك التظاهره فارتأوا اليوم يظاهرون امام وزاره التجاره في ساحه الأندلس. غريب والله غريب. موظف هسه انا ما راح اسولف عن موظف 30 سنة او 40 سنة يخدم ويطلع تقاعد ما عنده شبر بالعراق. موظف حكومي معتبر دولة صارفة عليه دولة جاي تنطيه ما عنده متر بالحواسم، لو قاعد بالحواسم تلقونه، لو قاعد ايجار حالة حال اي واحد. يعني شيل الراتب منه احنا كنا دائما المواطنين عيوننا على الموظفين بصراحه. الموظف متمكن، موظف يقدر يشتري له بيت، يقدر يشتري قطعه، الموظف زين، اموره تمام. لا عز الله هسه الموظف صارت اموره تعبانه. هذا الموظف اللي نسولف عنه. الله يساعدكم جميعا والله يكون بعونكم. اللي يقدم خدمه لهذا البلد يطلع ايد ورا وايد قدام، مو هالشكل؟ نعم، بالاضافه احنا نرحب بقناتكم المحترمه. احنا مجموعه من موظفين الشركه العامه لتجاره المواد الانشائيه. حددوا لنا قطعه بالبصره اللي رقمها 2280 على اساس توزع للعوائل الفقيره. 1300 عائله بعدين بليله وضحاها تطلع طالعه منطيها للمستثمر. لا منطيها للمستثمر وماخذين العصابة الموجودة اللي نطتها ماخذين كل واحد 400 مليون وسيارة تاها وبيوت. ونعم وبيوت بالكرادة. واحنا هسه احنا اللي نطلع صوتنا وندعي بحقنا. احنا هسه تحت المجهر يقولوننا انتو تحت المجهر انتو محطوطين بالزائد. يعني على شنو احنا كلها رواتبنا مسحوقة. احنا رواتبنا هسه الخير ما بينا ما يصفى راتبه 400 500. ليش؟ لانه الموظف يريد يحتاج مريض يريد عملية يريد فد حاجة ما. شو يسوون؟ مواد جايبين انشائية يبيعون اياها بالاجل اللي بعشر ملايين يعطونا بيها ستة والاربعة بجيبهم هم من نفسهم حتى شنو يمتصون الراتب كله. وهسه القاع احنا يطلعونا حقنا اللي هي حقنا ينطوها للمستثمر. والله على مود شرذمه اخذت من هذه اخذت فلوس
واستفادت، يبيعون 1300 موظف على مود 11 واحد 11 نفر اللي هم العصابة اللي باعوا القاع اللي أخذوها وطوها للمستثمر. هي 200 دونم، احنا من حقنا تكفي لجميع المواطنين لجميع الموظفين. فاحنا ليش احنا نريد حل؟ احنا نريد حل من هذا منبركم المحترم. الله يسعدك. بس خلينا نسولف براحتنا. اي نعم. انت بالبدايه هي بدايه القاع علما، بدايه قطعه الارض. لا هو انا سؤالي واضح. البدايه علما القطعه كانت مملوكه اللي وزارة أخرى. إحنا الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية أغنى شركة بجميع شركات وزارة التجارة. عندها أراضي من باعوا القطع الأراضي اللي هي بابو تشير وقبضوا فلوسها على أساس استثمار. كل مرة كل ثلاثة أشهر يجينا مدير عام ويروح يبيع لقسم ويروح كسرة وعطش انباعت. زين الحرية انباعت والله باسم الاستثمار كلها انباعت اخويا، كلها انباعت ما بقت. احنا بقت هسه اللي موجودة اللي هي بالبصرة وهمينا منطيها للمستثمر، والمستثمر دي شو اسمه دي نازعنا على مود القاع وهم وياه، واحنا هاي صار لنا فوق الشهرين احنا نروح منا ندق الباب ما حد يفتح لنا باب وينطينا فد كلام يخلينا بحيث احنا نرتاح ونشتم هواء. يبيعون المتر ب 10000. زين وهذا الدونم المتر ب 10000، 200 دونم يبيعون المتر ب 10000 واحنا نبيعه على 350 ما يحسبون لنا اياه. هذا السند، السند مال ملك صرف باسم الإنشائية، هذا ملك صرفه باسم الإنشائية. تعالي بالله علاو تعالي. 200 دونم باسم الإنشائية وسوينا لها المي والكهرباء، وهي منطقة سكنية كلها مقاطعات لبصفها سكنية، وبيش بايعيها ب 96 مليون. 200 دونم ب 96 مليون. ال 200 دونم بس تعالوا خلينا نسولف دقيقة، طولنا مجال مو بس الكومية. المتر بيش انباع؟ 10000 للمستثمر، للمستثمر ب 10000 المتر، والموظف 10000 دينار للمستثمر، للمستثمر وللموظف ب 100. وفوق هسه احنا مهددين بوظائفنا، يقولون اذا تحجون تردوه انتم محطوطين بالزائد وتحت المجهر ونروح ننقلكم. يعني سكتوا. اي سكتوا. محلوكم وسكتوا. ابو سكتوا. زين معرضه للبيع كلها شلع قله. هسه عندك مال كركوك تعرضت للبيع، مال تكريت، مال سامره، مال الموصل كلها تعرضت للاستعمار. عندك مال الدولعي الواجهه 60 متر والنزال 100 ما يقارب 10 دونم تنباع ب 19 مليون بالسنه. اكو هيش ارض على شارع تجاري عام في منطقه سكنيه. زين لما تجي تعارضه تقول له انا موظف صار لي خلصت عمري بهاي الدائره، يقول له روح ما لك علاقه، انت ما لك علاقه، يعفونا ما عندنا شغل، يحاسبونا على قضية. ليش ما تعطيني حقي؟ ليش ما تعطيني؟ قاع مال البصره تبيعها وتخليني انا موظف صار لي عمري خلصت بهاي الدائره، ايش بقى للدائره باكر من يعطيني راتب؟ منين اجيب راتب اذا انا كل الدائره انباعت؟ كل الدائرة شلع انباعت، كل اراضي الدائرة، المخازن انباعت، مخازن 120 مليون بالسنة، 24 مخزن كلها انباعت من وراء فاسدين. هذول الفاسدين اللي اجونا شالوا شكو شغله مثمره بالدائره باعوها. هاي رواتبنا، هاي ما عندنا رواتب اصلا. يجي تقول لك انا هسه اطلبهم فوق مليون 10 ملايين، يقول ما عندي فلوس. طبعا ما عندك فلوس، انت الدائره كلها بعتها، كلها بعتها الدائره ما خليت شيء بيها. هاي تفضل. انت صار لك عمر بالدائره، ايش قد الدائره كانت واردها للدوله؟ خير من الله اخي، دقمه برا خارج الدائره بمليون ب 2500، هو مستوردها ب 3500. اكو دقمه هيك؟ زين هي افضل دقمه مال كهرباء مليون 2500، هو جايبها ب 3.5. زين المن تبيعها؟ المن تبيعها ب 3.5؟ اذا انت مستوردها ب 3.5 المن تبيعها؟ زين تجيب لي سيراميك، هو سيراميك تجيبه، سيراميك تجيبه هو برا المتر ماله ب 10000، انت جايبه ب 15000، من يشتريه؟ ذاك هو النايم بالحريه ما حد يقلبه، ما حد قلبه، صار له سنين نام. ابواب خشب، ابواب خشب تجيبها بدولارات كلها استثمرت اخي. هاي كلها نايمه علي على قلوبنا، لانه اللي يجيبها اغلى من السوق، اغلى من التجاري. ليش تجيبها هيك؟ هاي تفضل.
سيراميك لحد الان ملايين الدولارات بالحريه ما حد يريده اصلا. راحت الشركه فلسوها زمره من الحراميه، زمره من الحراميه فلسوها نهائي نهائي كل الكوميشنات. هذا هذا فوق الله اعلم تحت الطاوله شنو؟ شنو؟ زين اريد رئيس الوزراء يتدخل حتى يحل لنا هذا الموضوع، خلي احنا الشركه الشركه راح تفلس رواتب دائره ما عندنا من وراء الفاسدين، الى متى هذا احنا الحل مالنا هذا؟ نعمه نعمه. احنا هسه قبل فتره احنا الوزير اشتكينا، هل يصح انت من تدخل وزير وزير يعني وزير كبير تدخل له يقول لك انا والله ما اقدر لان المستثمر ظهره قوي ومسنود، هل يصح هذا الحكي؟ هذا حكي وزير؟ حكي وزير اتحمل مسؤوليته؟ اي اتحمل مسؤوليته وانا شرطه على مكتب شكاوى المواطنين رئيس الوزراء الفيديو موجود عندي ونشرته، بس كل شيء ماكو. وانا رئيس الوزراء خلي يجي يشوف يشوف الظلم اللي احنا عايشينه، يهددونا بالنقل، يهددونا للحكي، يهددونا بكل شيء فوق ما هم باقينه وباقي حقوقنا على اساس شلون يعني؟ قل لي يعني ما لازم نسكت؟ لازم ما نحكي؟ يلا اي زين شلون؟ فضيحه. اي فضيحه وفضيحه كبيره. والظاهر يعني انه اللي نريد نعرفه شنو يعني المستثمر شنو هو؟ هل هو يعني رئيس وزراء او من نقدر نحكي وياه؟ ورئيس الوزراء حاكينا واكثر من مناشده ومناشده احنا الموظفين يعني على الفيس، على التليجرام، على كل شيء نشرنا ماكو، هيئه النزاهه نشرنا ماكو، شلون يعني؟ قولوا لنا شو نسوي؟ لما نروح ونحكي وياه؟ يقول متنفذين، متنفذين اكثر من عندنا. يقدرون يشلعونا ما يخلونا، وايضا حتى مدير عام هسه منعت واحد من الفاسدين مدير بالاداره بالافراد، قلت له ما تطلع ما ادري بيده كتر ما شنو ضربني هسه وطلع باخل يصورني انتبه لابني. هذا واحد من عندهم، هذا واحد من عندهم الكاميرا، الكاميرا واحد هذا من الفاسدين كاميرا هاي ايدي عيني هسه ما ادري شنو بيده هيك قال لي هيك وفلت ولحقوه وركض ما اعرف صعد بسياره ونزل. احنا مطالبين بحقنا، احنا شو نريد؟ حقنا ما عندنا سكن. انت يعني يصير انت موظف صار له 30 و25 سنه وفوق ال 35 قاعد بالتجاوز وايجار وراتبه 500 600 اقصى حد. حتى راتبنا مو زين. المستثمر انتم تخافون منه تقول له متنفذ؟ شنو متنفذ؟ الطبع عليه مره اخرى يقول لك انا اظلم لي 11 12 واحد، زين وهاي 1300 شلون ظالمه انت؟ عيني ماخذين مليارات، يقول لك هذول شلون راح يسددوا اداء؟ هوات تطون تهوات؟ تطون شدات؟ اي نعم كل شيء عندهم مراتبنا نصف التهوات وراتبنا ايش نصف التهوات؟ وهسه تقول التهوات وكراده وبيوت قطع شوف الكراده ينطيهم اي حصلها وبيوت وسيارات. قلت له اوقف اصبر لا تطلع، ضربني وطلع. ضربه وطلع يركض. زين؟ يا طيب الله يبارك فيك ويسلمك الحبيب. السلام عليكم. حبيب قلبي هي المشكلة وما بيها مشكلة عامة، هي مو خاصة، ما تخصني أني ولا تخص كل الموظفين، تخص ما يقع 300 واحد 300 موظف، يجوز عندك علم. أنا بس أريد أسأل سؤال، أنا هذا الإنسان البسيط على قد فهمي قاع طلعت عليها لجنة من الدائرة خصصها مدير عام، قال روحوا تابعوها. راحوا تابعوها وصلنا للامانه، وصلنا الدوار هسه صار اشهر، هاي ما صار اشهر، رحنا للبصره قيمه وقطعه الارض تتقسم على 200 متر، كل موظف حصته 200 متر، بيش باعتها الدوله قيمتها؟ قيمتها ب 25 مليون علينا احنا كموظف القطعه الواحده، شلون يصير استثمار ب 96 مليون 200 دونم، 200 دونم في 2500 الدونم الواحد تطلع ما يقارب اكثر من مليونين و500 متر او اكثر او 25 مليون متر على كل، بس بدي اعرف شلون باعوه ب 96؟ زين هذا شيء منتهي من يمه احنا، انت كمدير هنا مدير عام كل شهر يبدلونا؟ لا والله شهر يجوز، وهي مرات احنا بالاسبوع ثلاث مدراء عامين شفنا. انا صار لي بهاي الانشائيه بهاي الدائره من 2001، من 2001 لل 2003 مدير عام واحد، وجانا واحد اثنين صاروا، ومن 2003 لحد الان يمكن 50 مدير عام 40 مدير عام. ها مو اصاله للامانه، مبروك. اي لا لا للامانه، للامانه مو اصاله، مو اصاله. يعني انا اليوم وزير، عندي صديق
صديق وروح للإنشائية. يعني تتوقع جابوا لنا مدير عام موظف جابوه من الصناعة والمعادن عنده واسطة صار مدير عام علينا، راح الدار حقه، راح الدار حقه مات. عندنا هاي المحلات شوفها يا ترى لو يصورها بس أخوي، هاي استثمار. تسألني أنا هالموظف العادي قل لي صار لها شقد، أقول لك صار لها يمكن 3 سنوات أو 4، قول محصلين من المدرهم راح أقول لك لا، قل لي ليش، سألني ليش. اتفقوا وياهم انه استثمار في حال اني ابيع اعطيك 4% من البيع، بس خلي الموظف يطب ويقول لي اريد اشوف السجلات. لا شبعه مع احتراماتي للفاضل اطلع مني يقول لي برا. خلينا نقول ايش قاعد بكسره وعطش، موظفين يداومون بها، نجي الصبح نلقى الغراض مشمره برا وماخذتها جهه من الجهات ما اريد اجيب اسماء، والله استثمار وطوها لهم. زين استثمار شلون انبعت قطاع اراضي؟ زين اخوان اولى بهذا الموظف راحت. عندنا 22 دونم بالنقل اخذها جزاهم الله خير الحشد، عندنا بالحريه اخذوها الجهه الفلانيه، عندنا بالانبار اخذتها الجهه الفلانيه، عندنا بالبصره اخذتها الجهه الفلانيه. انا جاي احكي لك ما اريد اجيب اسماء لان ما احب احكي بالطائفيه. كل جهه تاخذ اللي شيء راجع لها، لكن هذا الفقير اللي هنا احد دعا بحقه؟ راح اقول لك لا. احنا 22 سنه هنا من 2003 لحد الان لعنه الله على النظام السابق عايشين بفلوس صدام واعوانه. قل لي ليش؟ مستوردين شيش على سيراميك على مدري شنو صحيات جاي يبيعونه ويعطونا رواتب. تقول لي استثمروا شيء جابونا شيش احنا انشائيه، غير كل من يشتغل ضمن اختصاصه. يعني اليوم انا يصير اروح لابو القلبيه اقول له مفاصلي توجعني؟ ما يصير، اروح لابو القلبيه انا انشائيه استورد نقط مال كهرباء. ليش؟ هم ما يخالف استورد نقط كهرباء. نقطة الكهرباء بالسوق سعرها 3000، انت تبيع لي اياها ب5، من اللي يشتريها من يمي؟ صحيات المتر الفلوس هاي اللي جاي تطلع، الفلوس وين تروح؟ تروح عقود سمسره. انا مرخصه اخوك مردود ماكو الدار، لا ماكو مردود. انا راح اقول لك جابونا بسنه ال 2000 سنه ال 2019 او 18 استوردونا سيراميك زنوبيا. خوش حكي من مصر، زنوبيا معروف كلوباترا او زنوبيا يعني معروفه. يا الله يا الله راح تشتغل الشركه، بيش وصل للشركه؟ وصل المتر ب 14000 دينار، بيش هو بالسوق؟ 7000 دينار. زين اني اروح للسوق اشتري اللي يعجبني، لو تفرض علي انت الوان وتعال سوي معامله بالشركه، وروح للحريه وجيب فلان وجيب لك كرين يحمل لك ويبتز الموظف ويبتز فلان وفلان، علي ما لو اشتري ب 7000 ارخص. 7000 ما هي هاي المشكله يا اخي، المشكله مطرت علي الدنيا تلف شقق الكرتون وقع تفلش، تلفوه شكلنا لجنه، طلعت اللجنه تلفته، رحنا للبصره افادات تلفته، مو هاي كلها فلوس. زين انا موظف، انا تعطيني 500000 وانا قاعد ايجار، فدوى لقلبك، ايجار بالحواسم ب 300000 بالتجاوز، خلينا نقول 300، تبقى 200، عندي 4 أطفال بالمدارس، كل واحد خط ب 25 هاي 100000، اسالك بالله 100000 اقدر اعيش بيها لو انت تجبرني تقول لي روح ابوك؟ انت يا مدير عام اسمعني، عندنا هاي الناس شوف هاي الطالعه تشتغل نقلات تسوي، اكو وارد بيها يسموه مساندين، فلوس يصير تطلع انت للوزاره، المكتب الوزير، مكتب الوكيل، مكتب المستشار، مكتب الفلان وتعطيهم، وانا موظف اداره ما تعطيني، ليش؟ حتى تكسب الثقه من هناك يخليك انت مدير وانت يخليك معاون وانت يخليك كذا. يضكم قطع الاراضي، قطع الاراضي بس هي المأساة. وهاي ابن عمي عوه هسه مو بس قطع الاراضي، قطع عمي مو بس قطع الاراضي، هذا الفساد اللي موجود الجاي بالدائره. ايه؟ ليش ما ساكتين عنه؟ فدوى سني ايه؟ سني ايه؟ ليش ساكتين كل هالفتره؟ راح اجاوبك ليش هذه الملفات هسه تقريبا 2 أو أكثر يقول جزاهم الله خير، واحنا اول يوم طلعنا بركه بقد هاي الموظفين بعد مرتين صار اتفاق بيناتنا انه نطلع اعتصام او مظاهره سلميه، احنا ما بدنا غير السلميه، احنا تاليتنا راح نصير مثل المطعم التركي وتروح ناس شهداء وتاخذها ناس نايمه للظهر، احنا هم متاكدين راح يصير نفس الشيء بينا. هددوا المدراء الاقسام، هددوا الموظفين كلهم، انا مدير كم موظف عندي؟ 10، ممنوع تطلع، بس تطلع انقلك. زين بنيه ويقولوا لها انقلك، شو تسوي؟ تقعد وتسكت. موظف فقير مثل حالي يسكت، بس اللي الناس اللي يقول لك انا خسران، على قولتي لكم مثل مصري يقول ضربه والاعور على عينه، قال هي عميانه، هسه انا ايش عندي اخسر؟ لنا 500000 ياخذوني هنا مباشره، اطلع تقاعد واستلم ال 500، ترى انا هسه جاي اقدم مشهود للدوله بدون مقابل، انا اذا طلعت تقاعد اخذ 500، صح لو غلط؟ وانا هسه جاي يعطوني 500، فما راح اغير شيء، بس اريد اقول حسبي الله ونعم الوكيل، واريد اطلب من قناتكم
ان شاء الله يوصل صوتي. الرئيس الوزراء للرئيس الوزراء تقبله وقاعد رئيس اقول له قل له اكو فلا هيك فساد تقول له اكو ملفات لو تشرب لك عصير وتطلع قسما بالله ما ياخذها بس اللي ركبها. شوف اقول لك حكايه واحده الله شاهد ورقيب وانا حكيتها مو عيب. احنا من صارت داعش دخل الموصل ودخل فلان ودخل فلان صاحوا وانا ولد الملحه كلها ركضت وعايه كلها عافت هبت ودافعت على العراق. بس انا تسالني قل العراق شو محصل من يمه قلك ما عندي بيه شبر والله شبر ما عندي بيه. هسه اني راح اولي ما يخالف بس اطفالي شنو ذنبهم يجي للدنيا كل شو ما عنده هم يشتغل مثل ابوه يحمل ضيم هم راح يورث الابن نفس الضيم. يا اخي ما يصير والله اطالب من رئيس الوزراء اتمنى ان يدز علي قسما بالله اكون يشوفني ويدز علي. انا انسان بسيط ما عندي شيء اخسره بس اقعد واقول له اقول له انت اول ما اجيت وطلبتوا من المتظاهرين وطلبتوا من الاحزاب المعارضه وقلتوا احنا الاطار او انتم اولاد العراق قلتوا نحارب الفساد هذا احد الفسادات. تعالوا شوف ملفات احمل لك منا بكم وتروح هاي واحدة أطالب منه من هذا المكان أقول له صار لنا 23 سنة شركتنا ما استوردت شيش قطعة شيش ما استوردت. ليش؟ لأن الأحزاب المتنفذة هي لازمة هذا الشيء دي يستوردون سيراميك وأنا ما أريد السيراميك أسوي بي أنا إذا أريد أبني أروح أجيب على الموديل وأجيب مال 20 سنة اللي وراء طبعا بي. بس أنت قل لي منو اللي يخليه يوصل منو يخلي ابوي زيدان لو جدي خلف لان ابوي وجدي كل واحد لازم له جهه قويه اقوياء فما يخلونه يطب لان بي فائده. بس اطلب ارجع واقول اطلب من رئيس الوزراء يسمع صوتنا واحنا اولاده يداعينا ولو بس بهاي ثق برسول الله. روح اسال الموظفين كلهم ذولا قل له اذا تطلع لك القطعه مال الارض مال البصره تظل بالدار يقول لك لا والله اعتبرها نهايه خدمه واطلع تقاعد واقعد على الاقل اسوي سقف لاولادي لان احنا الدائره ما بيها بعد فلوس ما بيها شغل. انا جدا ممنون منكم اشكرك واشكر قناتكم واشكر كل شريف بالعراقي داعي بحق المظلومين والله سبحانه وتعالى ما يحب الظلم فدوى قلبك والله ممنون بارك الله فيك. والله بيها قصه يعني انا خليته مصر خليته على هواء يحكي. عليكم السلام والرحمه. بس انا همرده شويه تأذيت شويه من سؤال فخلي سولفها. يعني احنا مرات نطلع نقول يا بترى يا رئيس وزراء يا نزاهه يا قضاء شوفونا القضيه شنو جاي يصير. الان جاي الناس تحارب على رزقها الناس جاي تحارب الان على خبزتها. موظف يشتغل بهالدائره ما عنده سقف موظف خلص عمره شيباته ما عنده متر بالعراق. الفساد اللي وصل انه اخذته الجادريه واخذته الكراده واخذته العظميه واخذته بماء الكفايه. هسه بطلوا خلي الناس شويه تعيش تاخذ اللي بقالها. هذه الفتافيت تدورون ورا العالم قطعه القاع. مو انا هسه اسولف واتالم والله اتالم. لا سويت لكم مدرسه بها خير وحظ، لا سويت لكم مستشفى للناس بها خير وحظ، لا سويت لكم شارع بها خير وحظ. بالصيف تراب الذري وبالشتاء غرقانه وبغداد العاصمه وخابصين نفسنا عاصمه. ومرات نجامل نقول والله بغداد ماكو مثلها. نجامل دخلت تمطر ساعه تمطر لها ساعه مو هوايه والله العظيم تفيض. والحمد لله نشكر الله انه ما عندنا لا زلازل ولا عندنا براكين. لا كان هسه احنا عندنا خيم بالشوارع اللي اليوقع ما يقوم بعد. شوارعنا من الستينات من السبعينات. هسه احنا ما نريد فد مره يعني لكن انت الان هذه حاله علاوي شوف للصوره بقى. شوف للصوره هسه الاخوان شنو يريدون يدخلون الدائره ما اعرف يعني شنو موقفهم. الله يساعدكم. السلام عليكم. نشكر قناتكم موقرة لحضورها لهذا التجمهر والوقوف لسواقنا الاعزاء موظفينا الاعزاء. عندنا موضوع جدا مهم هو موضوع الاستثمار. موضوع الاستثمار صار فترة الموضوع هذا يعني استشرى وصار حكي هواي عليه. طرقنا الابواب عده من ضمنها مدير عام رحنا له مره مرتين ثلاثه دائما اعذار واهيه. الكبار رحنا للوزير نفس الحاله ما عنده جواب شافي. يقول الموضوع مو يمي. هاي الشريحه اللي تشوفها
اذا مو 90% منهم قاعدين بالعشوائيات، يعني ما عندهم سكن، اما قاعد بالعشوائيات اما قاعد بالايجار. هذه اغلبهم فنوا عمرهم بهاي الشركه، اقل واحد عنده 20 سنه هنا خدمته. احنا كدائره طرحنا عليهم هذا الموضوع، طلع الموضوع مبيت عندهم من طين ارض البصره 200 دونم 96 مليون سعرها للمستثمر بناء على اجتماع مجلس اداره وتوقيعهم عليه بدون اخذ راي الموظفين والدائره ولا ابد ولا مدير عام، هم بكيفهم الطور. هاي وحده ولا وزير ولا لا 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 لا، بالمناسبه وقعوا على المحضر، الوزير ما موقع عليه ولا مصادق عليه ولا اكو عقد المستثمر بهاي الارض ومشى. هذا الموضوع طبعا باخطاء قانونيه بحته، من ضمنها العقد لازم يتوقع منين؟ من السيد الوزير. الموضوع الثاني لازم هناك شهاده استثمار، شهاده الاستثمار 6 أشهر، اذا ما اشتغل وعمل بالارض عند المستثمر او شغلها الاجازه تسقط، بقت الاجازه عنده موجوده حاليا. هاي اثنين ماشي لحد الان، الارض باعوها ب 96 مليون ورادوها على هاي الشريحه التعبانه ب 25 مليون ال 200 متر، يعني هي الدائره ربحانه من عندنا مو خسرانه، ليش بتطول الموظف؟ ليش؟ هاي النقطه المهمه الثانيه. النقطه الثالثه اكو ناس متنفذين بهاي الشركه اللي هم مدراء الاقسام متنفذين بهاي الشركه ويطرحون عشي وياخذ كلامهم مدير عام او معاون اي مدير عام يجي ياخذ كلامهم، لان هم متجمهرين على هاي الدائره مسيطرين عليها من خلال عقودهم الوهميه، عقود سيراميك، عقود ابواب، عقود انابيب، عقود صحيات، يجيبون هاي العقود بفلوس بتعب السواق اللي ما عاد الشائره يضمونها بالمخازن مركونه ماكو بيع. عندك ملفات عليهم؟ موجوده. هذا حكي هسه. لا لا، هي المواد موجوده بالمخازن، المواد موجوده بالمخازن، ما حد يشتريها، ما حد يشتريها ابدا. انا اخذك المخازن واشوفك اياها. اغلب فروعنا الموجوده، لان كل فرع، كل محافظات العراق عندنا فرع به. زين استاذ العزيز، وعليه نطالب مدير عام، احنا طالبنا وقلنا لازم من مره يحل اعضاء مجلس الاداره، وثانيا يحل مدراء الاقسام، لان كلهم فاسدين. ما نزه لك واحد او اثنين منهم. من هذا الباب هسه الموجود استاذ مجاهد، الشيخ مجاهد، الشيخ مجاهد، لان احنا ما نقول استاذ لانه يقول شيخ رئيس عشيره واحنا نطرق بابه. هاي وحده. الموضوع الثاني اللي جاي نطرقه، الدائره الحكوميه هو لو مضيف رحمه الوالدي ما يخالف، احنا مضيف. مضيف؟ لا لا، السيد المدير عام استاذ مجاهد. اي زين، ما يخالف ما يخالف. من قناتكم الموقره نطالب رئيس الوزراء محمد إشاع السوداني بأنه يتدخل تدخل سريع لإنقاذ هاي الشركة من الهاوية، لأن إذا بقت هاي الناس متنفذين بهاي الشركة راح ينزلونها للهاوية. حتى الرواتب ماكو، ما عندنا. وهاي الشركة ترى تشتغل بجال هاي السواق، سواق 150 سائق عندهم تريلات ينقلون. هاي المعلومة خلوها عندكم. هاي الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية إحدى تشكيلات وزارة التجارة، تقوم بنقل مفردات السله الغذائيه والبطاقه التموينيه بعمل متداول، يعني يروح ويجون ويروحون ويجون. هاي 150 سائق احكي لك وياهم الموجودين الوقت. هاي شيء يجيبون يدرون للدائره فلوس، هاي الفلوس وين تروح؟ تروح لهاي العقود الفاشله، العقود اللي ما نفتي منها كل شيء. الدوله والنزاهه وين عنها؟ احنا جاي ندور من خلال قناتكم الموقره. النزاهه هسه من ندز عليكم وتقعدكم والسؤال العزيز اسولف. ترى بالمناسبه مو بس بابكم طرقناه، ابواب عده طرقناها، ابواب نواب عندنا طرقنا ابوابهم، طرقنا ابوابهم ان شاء الله قالوا عندنا حلول، ما منتظرين الحين رحمه الله. من خلال قناتكم الموقره نقلنا هاي الصوره، دقلونها تخلون العالم يشوفون وين وصل بينا الحال. هاي الشركه اللي كانت احد اعمده العراق. زين احمد شركات وزاره التجاره اي سوي مذكره عليه، مدير عام مدير عام موظف ضربها المدير هسه قاعد تشتغل ضرب تليفونه، يعني هذول مدراء الاقسام عندهم منافع شخصيه هم يسيرون الشركه، ويا اهل يجي مدير عام مسيطر عليهم مسلطين عليهم. شكرا لقناتكم الموقره والله يسلمكم ويحفظكم. حياك الله ست، شو اخبارك؟ وعليكم السلام. شنو السالفه؟ انا واقفه موبايلي بيدي دا افتحه، كان يقول لي لا صورين، شنو صورين؟ جيب الموبايل. قلت له ما انتك الموبايل، ما دا اصور. هذه ضرب ايدي والموبايل وقعهن بالقاع. مدير عام، هذا مدير عام وقعني. يعني شلون مو انت شيخ وابن شيوخ، واللي المره اللي تنضرب شنو عليها فصلها؟ انا اذا مو فصلي يجي فزح اخذه بمن؟ اخذه عشائريا انه يضرب ايدي قدام الكل؟ عشائريا انا اخذ فصلي؟ ما تمر هيك هدد. منو اخواني اللي هم وقفوا وصاحوا قالوا له باي حق تضربها؟ هيك واصله مرحله اي هسه جو هاي المرحله حكوميه، وهذا التهديد
علني صار والضرب صار علني يا ناس يا عالم. حيتان قرن من هم؟ هم الفاسدين. حيتان حرامية إلهم بس إلهم المخصصات. عمي إحنا لين ميتين من الجوع طلعنا إحنا هيجي شي راح يسوولي؟ يلا خلي شي يريد يسوولي خلي يسوولي. يلا إيش قد خدمتك بالدائرة؟ أنا 34 سنة وأني أمينة مخزن مستلمة فوق المليار بذمتي وزائدا حملوني مسؤولية معاون مدير المبيعات وكلها على شقد مخصصات 20% يا ناس 20% هم ياخذون دعم وياخذون سلة وياخذون نقاط. الله أكبر الله أكبر. هذا ظلم لو مو ظلم؟ قد راتبك المدير مساعده ربك ما عندي ايش راتبي انا استلم 800 راتبي ايه عودي انا ياخذون من عدي احنا ماخذه من عدهم بالاجل قرض ياخذون من عده ما عندنا وانا الوحيده اللي بالهذي زوجي كاسب هاي المعاناة باحة لأن إحنا واقفين وجايين داعب حقوقنا وصلت للضرب وصلت للضرب وشكرا حسبي الله ونعم الوكيل. والله ما جاي يصير ما أعرف شنو اللي جاي يصير الآن ما أعرف معقولة هذا البلد هو هيك ماشي يعني أنا هسه ما أقدر أتهم الرجل يعني ما طالع وشايفه لو يجي ويسولف يجي ويسولف سالفته ويقول لهم يابا ترى شغلتكم مو يمي يم فلان 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 حتى ما يصير. لكن موظف يتم تعامل وياه بهالطريقه موظفه يتم تعامل وياها بهالطريقه موظفه 34 سنه خدمه هسه الناس اللي يشوفنا شو تسوي يعني ما اعرف شو تسوي شو تقول مو احنا وصلنا الى هذا المستوى بسبب من أمن العقاب أساء الأدب من أمن العقاب أساء الأدب أساء الأدب شلون؟ إنه القضاء ما له علاقة والنزاهة ما لها علاقة والوزارة ما لها علاقة وكل من بكيف طبعا شو تريد يصير؟ يصير هذا هاي يصير الفوضى هاي يصير الفوضى ولا هم أمام وزارة التجارة الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية يقول لي إحنا تجارة إنشائية وشيش ما يخلونا نستورده ما نجيبه اكو متنفذين اللي هم مسيطرين على الوزاره وتفاصيلها ومسيطرين على الشركه وتفاصيلها واصلين مرحله ما شاء الله كان السرقه العفو كانت السرقه واحد من يبوق ما يشوف وجهه بعد ما يشوف وجه للناس لا هسه السرقه يعطونه منصب ويعطونه اداره ويعطونه مكانه وغريب غريب والله الله يساعدكم عمي. شلونك حبيبي؟ شلونك الساده العزيز الله يسلمك حبيبي احمد الله بخير. قوى حيلك حبيبي غالي. احنا شريحه سواق التريالات. اي. احنا شريحتنا سواق التريالات مظلومين من ذاك الوقت لهالوقت من 2000 خلينا نقول من صار السقوط ليومك. سائق التريله حاله حال العسكري من يطلعونا واجب ننفذ الواجب كان قبل يطلعونا مناطق ساخنه يدزونا التلعفر يدزونا سنجار يدزونا الرمادي بالاوقات الحرجه كانت بوقت التسييب وبوقت الكتل وهاي. أنا واحد من العالم انخطبت بالرمادي واحد من العالم انخطفوني بالرمادي وطلقات وما شنو وخلصت روحي الثاني انخطفت هنا بالديوانية خطفوني بالديوانية والخطفوني أخذوا عليه فدية زين أخذوا عليه فدية زين فخابرت مدير عام اللي كان وقته بال 2014 خابرت مدير عام قلت له سادة أنا انخطفت والسيارة وياي ابني كان اخذوا ابني وبقيت انا قال لي السيارة وين قلت له السيارة موجودة قال لي اهم شيء السيارة السيارة موجودة ايه انا شو اسوي بك اريد السيارة زين روح خلص نفسك جيت رجعت لاهلي زين رحت طلعت ابني رحت داينت لي فلوس زين 36 مليون داينت اللي وطلعت ابني من الخطف زين لزمت بيتي بعته وانا قاعد ببيتي هنا تجاوز حواسم قاعد بي بالحواسم قاعد بكرفان قاعد بي بالحواسم زين والله وشد لك وهسه كنت جايب لك بطاقه السكن وين قاعد؟ قاعد بالكرفانات زين بعت بيت كان عندي بيت بالمدينه الصدر زين بعده على مود الفديه، العالم تريد فلوسه بعت بيتي كان عندي نص قطعه بعته قاعد هسه قاعد وخلصت ابني طلعته من الديوانيه يعني لا تقول بالغربيه لا شو اسمه ودزونا مناطق ساخنه كانت مناطق ساخنه روح لرمادي وروح تلعفر وروح سنجار وروح الوائليه بالمناطق هسه من ارتاحوا وظلوا يترفهون ماشيين زين اعطونا حقوقنا احنا كل شيء ما رادي من عندكم هي قطعه ارض
وراح تبيعها علي بيع، يعني انا ما تمام مطيني اياها ببلاش، قطعه ارض مطيني اياها بفلوس، سقطها من راتبي، سقطها من نقلاتي، زين يعني قاعد انا بتجاوز يوميه جايين علي، يوميه جايين علي بشفاضه يريد يشيلون، وانا كنت يعني انا قاعد بنص قطعه وكان ملكي، ملكي بعته طلعت ابني بفديه، زين والله وعندي بطاقه تشهد عليها، سلو جاب لك بطاقه السكن اللي قاعد بالكرفانات. هذا العمر تخلصت بالشركه؟ نعم. ايش قصه لك تقريبا؟ هسه انا خدمت 25 سنه. زين. من ذاك الوقت لليوم شنو الشركه شنو اعطتكم؟ شنو وفرت لكم اياه؟ تجينا غرامات زين، نقوصات بالحمل، ها يجيك احنا متحملين النقص تشيز، مثلا محملين تمن يطلع علينا نقص تشيز تمن ندفع 50,000 مال تشيز، مال الشكر نفس الحاله، مال الحنطه نفس الحاله، زين قبل احنا كنا بذاك زمن صدام نستلم حوافز، نستلم نقلة أربع سنوية، هسه الأربع سنوية انشالت، زين الحوافز الشهرية انشالت، وكلها وبعدها يضغط عليك، بعدها يضغط عليك، زين، يعني كل شيء ما مستفادين من هالشركة، كل شيء ما مستفادين، كفي لك الله نطلع 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 للشغل ناكل، ما نطلع للشغل حرام، كل شيء ماكل، قاعدين وساكتين، زين، الغاز قمنا نشتري على حسابنا، لأن قام قام غاز ماكو غاز. قام يحاربوننا على الغاز، نروح البازي خانات شو اسمه الاهليه ما يعطونا، لان اقول لك انت حكومي شلون داره توفر لك؟ زين داره لا موفرت لي غاز، زين لا موفرت لي نقلات، لا داره توفر لك غاز، داره توفر لي غاز، لان هم دزوا كتب دقيقه، مو عندهم حصه من وزاره النفط؟ عندهم حصه، عندهم حصه الحصه وانا في طويل تروح ثمان تناكر يوزعونه شيء للشركه وشيء للمحافظات، ويخلوا لك اربع تناكر للنقل مالتك. بال 150 سياره تعدادي، بال 150 سياره، زين تكفي الثمان تناكر، تنكر يودوا للرمادي، تنكر للديالة، تنكر للمحافظات، يخلوا لك اربع تناكر، الاربع تناكر ما يتلحق، نذبلنا نقلتين بالشهر ونقعد. انت انا هاي حصك خصت. زين اروح انا البازي خانات الاهليه. استنزاف الدوله. اي اروح استنزاف للدوله. اول استنزاف اموال الدوله تروح هيك على الخال بلاش. النفطات يروح ما ادري وين. انتم جاي تسولفون لي سوالف عم، ترى ما مو سهله. مو سهله. اي ما حد هاي هسه رئيس الوزراء النزاهه ادز عليكم تقعدكم هسه بقاعه وتقول لكم يلا سولفوا لي كل السوالف. المفروض يا ريت ما حد يسمعنا، ما حد حد راتب ما عندي موظف لحد هسه، راتبه ما يكفيني، يعني ذاك يوم تمرضت 300,000 انا ذا بعنس وراتب 400. زين انا خلف الله قاعد على الحواس، ما قاعد بالحواس وين اروح؟ وين اروح؟ وين اروح؟ الفقير وين يروح؟ اخي العزيز السلام عليكم. دولة رئيس الوزراء قبل فترة طلع بالتلفزيون انا شفته، قال انباعت الاراضي مال الدولة بحجة الاستثمار. فهاي الشركة بيها أملاك وبيها أراضي وانباعت باسم الاستثمار، فيأخذ المالات السادي ها عيني ها المالات يأخذهن، هو عسى ما ناس تاكل الحطمة، والعالم هاي اللي قاعد بالحواسم واللي قاعد بأيجار، أنا خدمت 23 سنة قاعد بأيجار كفيلك الله. سبع نفرات قاعد بغرفة ويا أهلي، يعني سبع نفرات والله ترضى رئيس الوزراء سبع نفرات أنا قاعد ويا أهلي؟ حتى الله ما يرضاها، يعني وقطعة أرض عندنا شاغرة ما يطونها يطونها المستثمر، ما صايرة هاي والله ما صايرة. تدخل رئيس الوزراء بهذا الموضوع والنزاهة، وأكو فساد حيتان يعني حدث ولا حرج، حيتان ذكرى بالخير. السيد رئيس الوزراء السابق قال راح أقضى على الحيتان، فساد حيتان بأيام رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، هم سموهم حيتان، والحد الان ما شفنا حوت طبس. اي هسه هذا اكو معاون هنا بالشركه 40 دفتر ماخذ على مود هذا الاستثمار، ويقول لهم قليل اريد 50. 40 دفتر ها 40 شد شلون 40 دفتر وقعوا له على الاستثمار ابو ال 100 شلون وقعوا له اسمع على ال 157 اليوم بالسوق خال العزيز 150. استاذ العزيز كلها بالكراد املاك استاذ، بس انا وانت هسه بالشارع قاعدين، وحق الله جيت مرات تجيني ابناء الخيمه اقول لهم نروح جوا الجسور نقعد، اربع ولد خريجين عندي واربع بنات وقاعدين بايجار وعلى الله والحمد لله والشكر. زين لولا استاذ احمد اكو قاعده قانونيه تقول ما بني على باطل فهو باطل، الاستثمار هو اساسا مخالف لنشاط شركتنا، احنا شركه خزن واستيراد وبيع المواد، ما عندنا نشاط استثماري بالسكني،
هم من منحوا فرصة استثمارية مخالفة قانونية لنشاط الشركة، وهذا ترتبت عليه مخالفات هواي. الهيئة الاستثمار البصرة ما أعلن فرصة استثمارية، يعني سواها من جوا لجوا وطهر هاي الشركة على اعتبار أكو رشاوي وعمولات. زائدا القسم القانوني اللي عندنا ما شاء الله ما أيد هذا الكلام إلا بعد من منحة فرصة استثمارية. يلا قال هذا مخالف النشاط شركتنا، وعندنا ما يثبت وكتب رسمية، كتب رسمية بالمخالفات. كتب رسمية نقحن وشرب ميهن، ها زين شنو نقحن وشرب ميهن الان وصلت الحالة لهذا المستوى، نقحن وشرب. اصبحت العلاقات والرشاوي اهم من هذا. يعني موظف البسيط انا متضمن 97 مليون شهر سنة 2007 ضمنتها، مع العلم هن السرقة حثت بزمن الامريكان وبسبب الامريكان ضمنت المبلغ ودي استقطعوا مراتبي 97 مليون ضمنوني واستقطعوا من مراتبي. ليش انت غلطان؟ انت لازم كان حتى لو عطله لو عيد تيجي تباوع المخزن شبي ما بي، يا عطله وعيد والامريكان كسروا المخزن ومباك. لا انت تتحمله، انت تتحمله والله. و97 مليون لحد ما تضمنها، لحد ما تسدد بيها مراتبي. هاي وحده. الشغله الثانيه هم من يخطئون ذاك يوم المدير العام يقول لهم للموظفين، يقول لهم انا اذا وقع بشخطه قلم الغي الاستثمار ادخل 12 واحد للسجن. يعني هذا تصدق حق باطل الدخل، هذا حق ولا دخل هو اذا باطل. طيب احمد هو اللي يدخل للسجن غير هو خطان؟ ها يعني انا من ادخل للسجن ادخل خطان مو احمل 1300 عائله؟ والله ذنب 12 واحد ما يدخلهم، شنو ذنب هاي 1300 عائله تتحمل الظلم والظلايم؟ والله شنو يعني 12 واحد لازم يتنعمون لان عندهم نفوذ، عندهم علاقات، عندهم واسطات. 12 واحد ايش قد والله دفعوا حسب وجهات نظركم اللي حسب المتداول؟ يقول لك هذا 40 دفتر وهذا 15 دفتر وهذا 20 دفتر وقسم اي، فمن يعرف هي المبالغ ما حد يدري، لان هي كل الامور اللي بالشركه تدار من جوا العقبه. يعني حاطيك فد مبدا بسيط، احنا سووا عقد بخمسة مليون دولار للسيراميك الكليوباترا. السيراميك الكليوباترا اجانا سنة 2015، هاي احنا 2023 ما باعين 1000 متر. هو بيش استورده؟ خمسة مليون دولار كسروا راحن. خمسة مليون دولار، خمسة مليون دولار انسحقن وراحن. راحن اجابونا عقد لاخ عقد. والله خلينا بالخمسة مليون دولار، والله خلينا نسولف فيهن بالله. هذين اللي استوردوهن غير بكتب رسمية وأموال دولة رسمي، بس المشكلة أنه أنت من تجيب بضاعة كنت توالى مية ذوق السوق مناسبة لأسعار السوق. السوق نايمات لحد الآن، مخازن كلها شاهدة، كلها شاهدة. زائدا جابوا لنا أبواب تركية، ها هي مو تركية وجابوا لنا إياها على اعتبار تركية لا كيلون بيها. والباب من تجي تقارنا بالسوق $110 $110 ليش محسوب؟ احنا حسبوه علينا $135 الى $140 بدون كيلون، في حين انت من تاخذها من هذا كامله هي وكيلونها وادواتها. هاي وحده. جابوا لنا ذاك اليوم عقد مال انابيب، انابيب العفو ترجع دق العقود. ايه عقود، جابوا لنا انابيب للمياه وللصرف الصحي ولهذا، اساسا هي ستوكات يعني التوظيف مالتها بدأ ينزلوها من السيارة يردون يوظبوها داخل المخزن، بس وقعت تفلش. هذا بيش جابوه حسب معلوماتك؟ والله ما ندري بعد العقد لحتى شنو؟ مليون خمسة مليون دولار. دولار؟ ما شاء الله. بس سؤال مرتة أخوي، هيئة الاستثمار الوطنية أو هيئة خاصة للدوائر الدولة، الغاية من هيئة الاستثمار شنو يعني؟ هسا أنا سؤال كان كمواطن عام ماشي بالشارع، هيئة الاستثمار شنو غاية معدها؟ إدارة من تستثمر، شنو الغاية من الاستثمار؟ تعظيم الواردات طبعا. فالسؤال أخذ كامرتك وطب لي طلع لي ميزة براس حظ، بس هذا السؤال أسألك إياه. سؤال طب أخذ كامرتك وفتر الغرف طلع لي ميزة طلع لي كرسي براس حظ، هذاك قسم النقل يذب مليارات روح شوفه طب عليه ميز تتوسل على ميز، يقول لك فلوس ماكو، يقول لك بس أخدمك، يقول لك فلوس ماكو، فلوس ما عندي. زين أنا من قاعد أطلع هاي الاستثمارات وهاي العقود الخمسة مليون وستة مليون، الملايين ترجع أبيه، أقول لك إحنا أبيه، هي أبيه، بس أنا
الأبية المن أبية للكبار، بس أنا وغيري مجادية بهاي الدائرة، الله وكيلك ومحمد كفيلك. أنا راتبي 500، إيجارة 450، 100 مولد، الدولة ما شاء الله ربه يحفظها، المي تشتري، تشتري مي لو ما تشتري مي؟ نشتري. زين، إذا أنت يوميا تترس لك دبة مي ب 500، هاي بالشهر 15000 دينار. مولدة ما شاء الله، كهرباء لا تحكي عليها، المولدة 25، ويقول لك أنا ناطي استثمار، الاستثمار وينه؟ زين مخازن، مخازن، تعطيه هسه إذا راح أجر لي محل هنا بالكراد، بايش أجر لي محل بالكراد؟ السؤال، أنا أسألك. فوق المليون. لا لا ايجار شهري، ايجار شهري فوق المليون، مساطحه بيش تاخذها؟ هاي الكراد هسه مقابل جباره بالشربت محل انعرض ينباع ب 700000 دولار، 70 دفتر، وروح افتر بالكراده وشوف مخازن ايش كبرها ايش قدها انطيها، شنو واردها وين واردها؟ واردها وين هسه خلي يجي نزاهه اطلع شوف الوارد مالك، تعال انت من قاعد تطو هاي عقودك وهاي واردك وينه؟ ليش الوارد وينه؟ اكو دوائر، اكو دو، اقول لك قضاء، لا 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 اكو رئيس وزراء، مو اكو نزاهه، اكو ديوان رقابه ماليه، او اكو هيئه نزاهه، او كل شيء اكو بالدوله، بس اكو ناس شوفه تريده والدير وجهه، دير وجهه اخدمك، بس اخدمك. سؤال 200 دونر، 200 دونر تنعرض ب 96، جيب لي واحد مخبل هسه جره من الشماعي واحطه هنا، اقول له عم هذا وارد، عمد وارد اخوان رحمه لامك، 200 دونر ب 96 مليون، العاد ايش قد رحم ربك خليها سكتوا رحم الله والدي. استاذ احمد عندنا احنا مخاتلن الحضيه، المخاتلن تابعه للوقف السني، تابعه للوقف السني، ف الطول المستثمر، الطول المستثمر يعني اكو واحد هي ارض مو لك، ارض مو لك تعطيها استثمار وتخلي المستثمر يبني بكيفه، لان هي الارض تابعه للوقف السني، احنا ماجريها، احنا ماجريها من عده مو قاعنا، بحيث تصيد المدير العام من راح يوم الخميس الفات للحريه قال لهم هاي خوش مساحه ابني لي بنايه بدل ما اجر هاي البنايه. هاي البنايه ايجار؟ ايجار ايجار، هياته قدامها هي راح عماره توقف، ها يعني ايجار مجري الدائره. فقال لهم يا اخوي ايش مساحه ابني راسكم ترجع ملايين دولارات، ابني بيها مجمع للشركه اداره بدل ما انا ادفع ايجار. قال له استاذ هاي القاع تابعه مو لنا اساسا، الوقف السني هاي تابعه. اي كان يقول لهم شلون اعطوها واستثمار لهذا المستثمر؟ هو مدير رجال جانا صار اسبوع، صار لنا اسبوع احنا الخميس الجمعه مدير، ما عندنا اي مدير عام، يعني اكو شغلات هوايه بالشركه، فيا اخي ملينا وتعبنا والله العظيم، والله الكريم. احنا انا صار لي 25 سنه يعني من السقوط لحد الان اي مواد من الخارج ما اجتنا، كانت الشركه الاولى بالعراقيه، هاي الشغلات مال العراق، الشغلات الاعمار ما اعمار على واثق الشركه فسقطوها ماكو. حبيبي بارك الله بك وجزاك الله خير. والله يبارك فيكم. انا بصراحه ما راح اسولف لانه الملايين الدولارات ترجع ما شاء الله، انا هم مصدق مليارات ترجع وملايين ترجع، وطلعت البنايه مال دائره ايجار، شوف المفارقه شلون. لمن نوجه النداء؟ لمفهد حتى تسمعنا، لو منو انطونا واحد الناجده حتى يسمع، انطونا واحد الناجدة حتى يطلع يشوف، انطونا واحد اخو خيته ننطي ملفات حتى يفتحها، انطونا واحد شجاع ننطي هاي الاوراق والملفات وملفات الفساد ويفتحها امام رئيس الوزراء وامام القضاء وامام النزاهة، طلعونا شنو السالفة. وللرأي العام تقبلوا ودي واحترامي، انا محدثكم احمد الركابي وزملاء اللي رافقوني اليوم بهذه الحلقة المؤلمة، الزميل المصور علي فلاح ومساعد المصور مصطفى صادق. نشوفكم باكر بخير وسلامة، وواحد من الناس يوميا على زاغروس تيفي الساعة 9 الصبح، والإعادة الساعة 4 العصر، والساعة 12 بعد منتصف الليل. إلى اللقاء.